بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الاوتوليسب، هنتكلم عنه بالخير ان شاء الله. ايه موضوع الاوتوليسب؟ الاوتوليسب دوت اللي هو البرمجه بنبرمج بيها جوه الاوتوكاد. اللي هو البرمجه يعني بدي اوامر بتسهل الشغل عليا، بمعنى ممكن تكون حاجه بتاخد من وقت كتير، فبدل ما اقعد اعملها واحده واحده ادي له الامر يخلصها لي في ثانيه. تمام؟ يعني على سبيل المثال ممكن يكون عندي في اللوحه 100 رقم، وال 100 رقم دول المفروض ان انا وده حصل معايا فعلا، المفروض ان انا بحول اليونت من رقم لرقم، فهضرب في متغير، فالمفروض ارجع الرقم رقم اعمل عليه سيلكت واروح جايب الاله الحاسبه واحسب واشوف الرقم يطلع كام واحطه، فده بياخد مني وقت كتير جدا. بينما ممكن اعمل ليست بياخد الرقم يضرب تك يغير الوحده ويروح حاططها، فيسهل عليا كتير جدا من الشغل. ممكن تلاقي مثلا عندك خطوط كتيره ومطلوب منك كل الخطوط بدل ما هي مرسومة 5 سنتي تخليها 6 سنتي، فلو هتدخل تعملها يدوي مفيش طريق، يعني هتلاقي الموضوع بيسهل عليك الأمور اللي هي بتاخد منك وقت تكرار كتير. يعني ممكن يكون عندك حاجات كتيرة جدا وعايز ترسم دايمنشن بينهم، فهو أوتوماتيك يروح مخلصها لك. بس لازم عشان نتعلم اللغة نبدأ خطوة خطوة، زي ما الطفل بيبدأ يتعلم الكلام بيقول أول حاجة بابا وبعد كده ماما وبعد كده تيتا وبعد كده بيبدأ يكون كلمتين مع بعض 3 كلمات مع بعض، فمحدش يستعجل خالص. بنبدأ ناخد الأساسيات نتعرف عليها، على الأقل لما تشوف الليسب اللي معمول تفهمه وتقدر تعدل فيه زي ما أنت عايز. طيب خلينا بداية هروح للكومنت مانج، هستخدم هنا الفيجوال ليسب إديتور، ده بيخليني أعمل تحرير للليسبات أو عدد الليسبات. امتداد الليسبات عندنا كذا امتداد، في الامتداد اللي هو الشهير ال اس بي، وده سهل جدا تدوس رايت كليك وتقول له اديت وتفتحه وتعدل فيه زي ما انت عايز، بتعدله بالنوتس العاديه. تمام؟ ممكن تلاقي امتداد اسمه ام ان ال، في امتداد في ال اكس في اف اي اس. طيب لو انا عندي ليسب او 3 ليسبات اليوم نفس الاسم بس الامتداد مختلف، يعني مثلا الليسب انا بسميه ايه؟ كات دوت ليسب ودات وكات دوت في ال اكس وكات دوت في اف اي اس، يروح الكات لوتوكاد فاتح ال في ال اكس الاول وبعد كده الاف اي اس وبعد كده ال اس بي. طيب خلينا دلوقتي نفتح الفيجوال ليسب اديتور. تمام؟ ابدا اقول له انا عايز مثلا اعمل عمليه حسابيه، خلينا نكتبها بالطريقة العادية اللي أنا هقول له 1 مسافة زائد 1 وإيه؟ أقول له إنتر، قال لي إيرور، في غلط. إيه ليه غلط بقى؟ إيه الغلط في كده؟ ده أنا بقول لك 1 زائد 1 وأنا شسمت. الغلط إن هو الأوتوليسب ليه فكرة معينة في طريقة تفكير، فأنت لو عايز تقول له اعمل عملية حسابية لازم تقول له أنا هعمل عملية جمع الأول، يعني هقول له علامة زائد وبعد كده مسافة وأقول له 1 مسافة 1. تمام؟ هو كده يفهم ايه؟ يفهم ان انا عايز اجمع 1 زائد 1 هيديني 2. طيب تعالى اقول له ضرب مثلا، عملية ضرب ماشي 2 في 3 ب6. تمام؟ فاحنا كده فهمنا هو بيفكر ازاي. هو بيفكر ان العمليات الحسابية لازم اديله الحاجة الاول. تمام؟ ولازم الاقواس اليمين ادي الاقواس الشمال. طيب تعالى ناخد عملية تكون مركبة شوية، أقول له علامة زائد وأدي له قوسين. تمام؟ لازم عدد الأقواس اليمين يبقى قد عدد الأقواس الشمال، أقول له في اضرب لي 3 في 3 واضرب لي 3 في 6. يبقى هو كده هيعمل إيه؟ أول حاجة هيعمل الأقواس الداخلية الأول، يبقى يضرب 3 في 3 9 ويضرب 3 في 6 يجيب بكام؟ ب 18. 18 و9 يبقى 27، هيبدأ هيجمعهم. تمام؟ فأنا هاجي هنا وأدوس إنتر جاب لي 27، يبقى أنا الحمد لله لسه بعرف أحسب. طيب إيه ال ال في حاجة اسمها متغير. تمام؟ هقول له اعمل لي متغير. تمام؟ سيت كيو اعمل لي متغير. لاحظ إن هو خلى لونه أزرق، يعني بيقول لي إن أنا عارف إن الكلمة دي موجودة في قلب البرنامج، اللي هي أنا بقول له إن في متغير هتعمله دلوقتي. تمام؟ متغير يعني مكان في الذاكرة هيتحجز لرقم أو اسم معين. تمام؟ طيب خلينا نقول له مثلا سيكيو A
تمام بتساوي 222. تمام خلاص، هو كده عرف ان في ايه بتساوي 222، فممكن بعد كده اقول له ايه، اجمع لي زائد التلاتة مع الايه، قال لي 225. هو في دماغه ان في حاجة محجوزة اسمها ايه، محجوزة ب222. في برضه حاجة الاوتوليسم ما بيفرقش بين حروف الكابيتال والصومال، يعني لو كتبتها كابيتال او صومال مش تفرق معايا، يعني لو قلت له زائد 3 ايه قال لنا كابيتال، وقلت له انتر، مش بيفرقش معايا كابيتال وسمول. في بعض اللغات بتفرق معاه، فلازم تكون منتبه قوي في موضوع الكابيتال والسمول. لازم لو انا كاتب متغير لازم يكون اول حرف حرف مش رقم ولا رمز، تمام. هو ممكن المتغير يبقى حروف وارقام ورموز، بس ما ينفعش يكون اول حاجه فيه تكون رقم، لازم يكون حرف، تمام. لازم نسيب مسافه بين الزائد زائد، تمام. مش هسيب مسافه اقول له 3 مسافه 3، اقول له انتر، يقول لا ما عنديش انا فاكشن بالرقم 3 ده، تمام. فلازم اديله زائد مسافه 3 مسافه 3، تمام. دي حاجات اساسيه. ولازم لو انا عامل متغير ما يبقاش المتغير في مسافه، يعني ما ينفعش ايه مسافه بي ده اسم المتغير، تمام. هو كده مش هيفهمها.